قدره ولا قوه الا بالله. تشرب منكر الوسط الفني تلف حالك. اخد بقى بيره. اجي فين انت؟ عايز ام العيال تحبسني؟ مش كفايه متاخر عليها لغايه دلوقتي؟ تعالى انا عايزك في كلمتين. انا جاي لك حالا. اوكي. عملت ايه؟ اقتنعت تماما ان نشأة الكاشف هو مرتكب الحادث. حلو. لا مش حلو، مفيش دليل. البنت اتخطفت والعربية أداة الجريمة بقت خردة ومفيش شهود. فاهم، الكاشف عايز يفرض القانون بتاعه، قانون ساكسونيا. قانون ايه؟ ساكسونيا، البلد اللي بتصنع الخزف الصيني في ألمانيا. ايوه عارفه. كان ليها أصدم قانون حسين، عشان ما كانش بيعدل بين الناس وبعضيها أبدا. في العصور الوسطى قانون مقاطعة ساكسونيا كان بيعتبر الموسيقى الظل خيال، مش إنسان عادي زي بيدخل إلا. فلو مواطن عادي قتل واحد موسيقي يحاكمه مين؟ القاتل طبعا. لا، خياله. ها؟ خياله. يجيبوا القاتل ويقفوه في الشمس ويحاكموا خياله. حكمت المحكمة بقطع رقبة خيال فلان الفلاني لأنه قتل فلان الموسيقي اللي هو في الأصل خيال برضه، ويمشوا القاتل. فاهم، الكاشف عايز يحيي قانون ساكسونيا من جديد، عايز يعمل ناس من ذهب وناس من طين، الأغنياء لهم قيمة والفقراء مالهمش. جداول التعويضات ثابتة من زمان، غالبا من يوم القانون ما اتعمل. يعني مرسي سويف يساوي كام؟ على سعر الجدول؟ اهو بتاع 2000 3000 جنيه. ما زيدش. لا ده كده كويس عليها قوي. وانت حسين لو مت؟ اهاني برضه زي مرسي. يعني قانون ساكسونيا بتاع فهم الكاشف اللي عرض 50,000 جنيه، في انصاف على الجداول بتاعتكم؟ من وجهه نظره ليا زي مرات السويفي. اوعى تكون بلافيتك بشويه الدموع والبنات. يا راجل دي مش بعيد تاخد فلوس الكاشف النهارده وتدور لها على عريس تصرفهم عليه وتسيب البنات على حالها. اثبت اثبت ثبتك الله. تاكس تاكس نجده من السماء بفوت عليها عدول. السلام عليكم. الكاشف طيب اتهم ان هو المحرض وليك عليا اجرجره على ملا وشه.
طب وبعدين؟ مفيش دليل، وهو كمان مش ممكن هيعترف. إذا كنا مش قادرين نواجهه بخطف البنت، هنواجهه بواقع الضرب. طيب، أحس إن مفيش محضر رسمي نغادر المكان. تغادر المكان على فين؟ استنى لما توصلني. أوصلك فين؟ المفروض إنك ملازم الفراش. لا يا أخويا، أنا مش طايق المستشفى. هلازم الفراش في بيتنا. ده أنا كلت علقة.